يساء فهمك بين الناس أحيانا، فيخلقون لك الأوصاف ألوانا، فقد تكون ملاكا عند بعضهم، وقد تكون بعين البعض شيطانا. طبائع الناس شتى وهي أمزجة، ولن تطيق لها بالفهم إمكانا، فلا يغرك مدح لو أتوك به، ولا يضرك ذم كيفما كان. لا يعرف النفس شخص مثل صاحبها، فكن لنفسك في التقييم ميزانا. يساء فهمك بين الناس أحيانا، فيخلقون لك الأوصاف ألوانا، فقد تكون ملاكا عند بعضهم، وقد تكون بعين البعض شيطانا. طبائع الناس شتى وهي أمزجة، ولن تطيق لها بالفهم إمكانا، فلا يغرك مدح لو أتوك به، ولا يضرك ذم كيفما كان.